انا كنقول لكم ان شاء الله المغرب مازال غادي ياخذ كاس العالم ان شاء الله. انا كنقولها لكم ونعاود كنقولها لكم ان شاء الله مازال غادي ناخذ كاس العالم ان شاء الله. ولما لا الا ما جابش الله ثاني عاود يجربوا ثاني الحظوظ ديالهم في 2030. من هنا ل 2030 المغرب خص هاد المشاريع اللي هي باقه ما موجوداش، نكونوا واقعيين، خصها تكون موجوده من هنا ل 2030. هذيك الساعه الانسان غادي يقدم ملف ديالو بوجه احمر، ما نتسناوش حنا حتى يصوتوا. ولا اليوم دابا 65 دوله اللي صوتت على المغرب، فين هما هاد العرب؟ فين هما هاد الاسيويين اللي عطاونا الكلمه غير قبل من هذاك سميتو الاجراءات؟ سمعنا باللي 85 واحد هي مع المغرب، يعني هذا يعني من هذاك البعثه ديال المغرب قال لك 85 دابا ها هي دابا متاكده، ولكن ملي جينا للتصويت لقينا 65.